سلموا. زهراء ما أحلى اسمها بولائها، نستعصم. صلوا على روح ابنة الهادي النبي وسلموا. زهراء سيدة النساء، بنت لوالدها أم، صلوا على روح ابنة الهادي النبي وسلموا. ولأجل عين ولأجل عين في الحقيقة ألف عين تكرم. صلوا على روح ابنة الهادي النبي وسلموا. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. ليلة الجمعة هدية إلى روح سيدتنا ومولاتنا وعظيمتنا وشفيعتنا فاطمة الزهراء أم الأئمة النجباء الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. ارفعوا أصواتكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. الله سبحانه وتعالى شاءت إرادته التكوينية في رفع هذه الأسرة المباركة. المقدمة شوية تحتاج إلى دقة علمية، باختصار أذكرها: ليالي الزهراء سلام الله عليها والليلة الجمعة، وإن كان ختامنا إن شاء الله الليلة القادمة، ولكن هالليلة أقرأ لكم المصيبة مفصلا. فهذه مقدمات إنما أداة حصر باللغة العربية، يعني إحنا نقول باللغة العامية هذا ولا غيره. إنما يريد فعل مضارع استمراري، ما يقول إنما أراد، إنما يريد إلى يوم يبعثون. إنما يريد الله، ما يقول يذهب، يجيب اللام ليذهب، لام التأكيد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا من كل شائبة من كل نقيصة. زين، الله إنما يريد، الله إنما يريد نكون ناس مؤمنين، الله إنهم يريد أن نكون ناس نبتعد عن الرجس. شنو الاختصاص هنا؟ احنا عندنا إخواني شباب إرادة تكوينية وإرادة تشريعية. يريد الله لكم خير الدنيا والآخرة، يريد الله أن تكون إنسان شريف مؤمن، تعمل بالواجبات وتبتعد عن المحرمات. يريد الله لكم الجنة، يريد الله لكم الفوز. هاي إرادة تشريعية، يعني إرادة بالقانون.
القانون الشرعي يطلب من عندكم إذا تكون مقيد بالقوانين الشرعية أنت من أهل الجنة، من أهل الفوز والفلاح. ولكن في إرادة أهل البيت عليهم السلام إرادة تكوينية. يعني شنو إرادة تكوينية؟ يعني الله يريد أن يكون الكون، الكرة الأرضية تأخذ نورها من قوة اسمها الشمس. إذا ما كانت الشمس الكرة الأرضية كان يموت فيها الأحياء. هاي إرادة تكوينية. أراد الله أن يدير نظام الكون الشمس والقمر بحسبان، نظام. من الأشياء التي لولاها لخسفت الأرض بأهلها وجود محمد وآل محمد عليهم السلام، هذه الأسرة الطيبة الطاهرة في قمة القمم. إرادة إلهية. إنما يريد الله أن تكون هذه الأسرة بعيدة عن الرجس وطاهرة مطهرة إلى يوم القيامة، لأن يستديم هاي الأسرة تدوم ولا تنقطع. تعرفون احنا المذهب الوحيد ولنا الشرف الذي ندعي الآن ارتباطنا بالسماء ما انقطع. باقي المذاهب يقولون احنا انقطعنا، الأديان اليهود النصارى والمذاهب الإسلامية هذول كلهم انقطعوا عن السماء. احنا نعتقد بعد رسول الله إلى الآن لم ننقطع عن السماء. عندنا إمام يرتبط برب العالمين، يأخذ الأوامر من رب العالمين، وكل سنة ليلة القدر تنزل في المضارع استمراري على طول، تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر. على من؟ على حجة الله ووليه في الأرض بل في الكون. إذن ومستحبك للصبح تقرون دعاء الندبة موجود في مفاتيح الجنان، اقروا هذا الدعاء. هناك نقول أين السبب المتصل، مو المنقطع، أين السبب المتصل بين الأرض والسماء. إمامنا موجود. وإذا أي واحد من المؤمنين والمؤمنات صارت لمشكلة ووصل إلى طريق مسدود وانقطعت الآمال، ما يقطع أمله من الإمام الحجة عليه السلام، لأنه أيضاً باشر الصبح اقرأ في زيارة الإمام الحجة عليه السلام موجود في مفاتيح الجنان، زيارة الإمام المهدي يوم الجمعة. السلام عليك يا عين الله في خلقه. الله سبحانه وتعالى عين ما عنده، ولكن لو كان لله عين هذه العين كانت تستعمل فيما استعملها الإمام المهدي عليه السلام. عين الله في خلقه. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو الحجة البالغة وليس لها انقطاع. طيب، إذن احنا الشيعة لنا الشرف أن عدنا، يعني من يوم اللي الله خلق الدنيا ووضع أني جاعل في الأرض خليفة، وضع خليفة على الأرض، وإلى الآن وإلى يوم يبعثون الحجة لم تنقطع وسوف لا تنقطع عن البشر وعن أهل الأرض. نعم، هاي الحجة البالغة، الحجة التي لولاها لخسفت الأرض بأهلها. لولا الحجة كما في الرواية لساخت الأرض بأهلها. زين، الله سبحانه وتعالى جعل هاي الإرادة إرادة تكوينية. يعني لولا هاي الإرادة الإلهية كان نظام التكوين ناقص. الله سبحانه وتعالى كما في زيارة الجامعة عن إمامنا وسيدنا الهادي سلام الله عليه، جعلكم الله خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. هذه البيوت الذي الله سبحانه وتعالى في سورة النور يقول في بيوت أذن الله أن ترفع، يبقى هنا إشكال واحد. ممكن واحد من الشباب يستشكل
إذا الله سبحانه وتعالى جعل محمد وآل محمد أطهار طيبين، والله ما جعلني أنا إنسان طاهر، أنا ما جعلني إنسان معصوم، شنو ذنبي؟ الجواب شوفوا إخواني، هذا بحث مفصل بس إشارة عندي. إحنا عندنا شيء يقولون العلة التامة، عندنا شيء يقولون المقتضي. المقتضي المقتضي يعني لما واحد عنده مشكلة يراجع أهل الشأن. إذا واحد صار مريض المقتضي يعني يراجع الطبيب المتخصص، هذا مقتضي، بس مو علة تامة. يعني مراجعة الطبيب المتخصص مو معنى الشفاء 100% الكامل، لا، هذا يحتاج إلى هو المريض هم شوي يدير باله على نفسه. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت من باب المقتضي، مو العلة التامة، مو يعني الله أجبركم على الطهر، لا، رسول الله والأئمة الطاهرون بإمكانهم أن يعملوا الحرام، بإمكانهم أن يخالفوا الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى جعلهم على الصراط المستقيم. هم ناس والله لو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ولباب هذا القمح. أمير المؤمنين يقول أنا أيضا أقدر أكل العسل وأكل القمح وأكل الطعام الملون الذي الملوك والرؤساء يأكلون، وأن الله منعني، ولكن هيهات أن يغلبني هواء، ها هي نفسي أروضها أو أروضها على التقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر. أمير المؤمنين كان حاله حال الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى شاف من باب المقتضي أن هذه الشخصية الطاهرة بإمكان علي بن أبي طالب أن يحمل الأمانة، بإمكان رسول الله أن يحمل الأمانة، يعني فيهم قابلية، الغير معلومة هذه القابلية على بحث مفصل الآن. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه وكل الأئمة كان بإمكانه. عدنا بالرواية أن جبرائيل عليه السلام جاء بمفاتيح كنوز الدنيا، قال يا محمد إن ربك يقرؤك السلام ويقول عش كيف ما شئت، لو شئت لجعلت لك بطحاء مكة ذهبا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يعني الله ما يقدر؟ يقدر، الله يقدر هاي الجبال هاي الرمال كلها يسويها ذهب، تريد دون أن ينقص من مقامك الشيء. أنت ترقى محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء، مقامك عظيم، شنو قال النبي؟ فأجابه قال الدنيا دار من لا دار له، اللي ما عنده دار بالآخرة هنا متونس بالدنيا، عنده قصر وعنده بيت، ما يدري بغمضة عين هذا البيت والقصر كله راح يترك ويطلع. الدنيا دار من لا دار له ولها، يعني للدنيا ولها يجمع من لا عقل له، كلام رسول الله، هذا الذي يجمع الدنيا للدنيا هذا عقل ما عنده، هذا ما يفكر أنه بابا أنت هالأموال والثروة والذهب والكذا والسيارات والجكسارات تجمعن لإيش؟ كم سنة تريد تبقى بالدنيا؟ عقل ماكو. إذا كان عنده عقل الله يذكر عن لسانهم، يقول يوم القيامة من المخابيل من العقال، يوم القيامة أهل النار وقالوا لو كنا نسمعوا أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كان عندنا عقل ما كنا نصير من أصحاب النار، كان بإمكان نصير من أصحاب الجنة، ولكن فاعترفوا بذنبهم هناك يشوفون النار، نعوذ بالله. الله يقول فسحقا لأصحاب السعير. بعدين يجي لكم يقول إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، هذول اللي يخافون الله في دعاء السماوات باشر العصر المستحب تقرون عصر الجمعة وآمنا به ولم نره. طوبى لموعود، طوبى لمن يعمل لموعد لم يره. يقولوا لكم بعد الموت راح تشوفون قبركم يصير جنة، خوانا ما شفنا، موعود لم يره، ولكن هنياله الذي آمن بالغيب. وأول صفة من صفات المتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين في أول سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب. غيب احنا ما شايفين، احنا لا شفنا رسول الله ولا شفنا أبا لهب، ليش احنا نقول
رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا وحافظها إن شاء الله ليلة أول قبرها ما يسألوني من نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على محمد وآل محمد آمنا به ولم نره صدقا وعدلا في الدعاء من باب المقتضي. طيب إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هاي البيوت بيوت أذن الله أن ترفع، لأن هذه البيوت لم يعصى فيها الله طرفة عين. هذه البيوت يوم اللي أمير المؤمنين عليه السلام ضرب بالسيف ورجع إلى بيته، يعني شالوه جابوه للبيت، الإمام وصل إلى باب البيت الشمس طلعت، الإمام عليه السلام استشهد قال يا شمس اشهدي، ولا يوم صار تطلعين وعلي بن أبي طالب نايم. هاي الأسرة الطيبة، سيدتنا ومولاتنا الزهراء صلوات الله وسلامه عليها في الرواية قامت في محراب صلاتها حتى تورمت قدماها. ما أدري شقد صلت، شقد تعبت نفسها. الشاب غير الشايب، السيدة الزهراء سلام الله عليها وشهادتها شاب 18 سنة، ولكن صرفت جل طاقتها في عبادة الله إلى درجة أن رجلها صار بيها ورم من كثرة الوقوف خوفا من الله سبحانه وتعالى. بيوت أذن الله أن ترفع. أو أبو الدرداء يقول نص الليل أنا جيت أطلع من المدينة عندي شغلة، وصلت إلى بساتين بن النجار، شفت من مكان من خربة يطلع صوت واحد يناجي ربه كأنه دي يشوب النار، ينادي إلهي آه إن آه إن أنا قرأت في الصحف سيئة أنا ناسيها وأنت محصيها. فتقول خذوه. هذاك اليوم لا عندي عشيرة لا عندي قبيلة، فما لما أخوذ لا تنفعه عشيرته. تعجبت دي نادي نص الليل خارج الولاية، يقول رحت على صوب الصوت في الدور شفت صاح آخ آخ وطاح سكت لا إله إلا الله. أجيت فحركته فلم يتحرك. عبارة أود يقول كالخشبة اليابسة مثل الخشبة. نظرت إلى وجهي في أثر أشعة القمر فرأيته علي بن أبي طالب، قلت إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد مات علي بن أبي طالب من خشية الله، حرك مثل الخشبة طاح ميت. رجعت فجئت إلى باب بيت فاطمة الزهراء، طرقت الباب، هي السيدة سلام الله عليها أيضا مشغولة بالعبادة نص الليل. من الطارق؟ خادمكم أبو الدرداء. سيدتي أجرك الله، علي بن أبي طالب عليه السلام قضى نحوه من خوف الله. قالت عم أبو الدرداء هذا كلام السيدة المعصومة، هذا عمل علي كل ليلة كل ليلة يغشى عليه من خوف الله. هذا القولية، هذا اللي يقول أخاف. يوم اللي أمير المؤمنين عليه السلام كان حاكم على أكثر من 35 دولة حسب خارطة اليوم، هاي الدول كانت بقبضة أمير المؤمنين، حاكم ملك مقتدر إمبراطور. الإمام عليه السلام جابوا له حلوى مزعفرة، يعني حلوى مسويها بالزعفران، قدموا لأمير المؤمنين. الإمام عليه السلام بإصبع الطاهر شال شوي من الحلوى جابها قدامه. اسمعوني زين يا عرب، إن شاء الله المسؤولين يسمعوني. جابها قدامه اشتمها، قال ما أطيب ريحك، ما ألذ طعمك، ولكني لا أكل. هذا سبع بي حلواها شكل سواها بالماعون. عجيب الرجال قال يا أمير أتحرمه على نفسي، يعني حلاوة حرام واحد يأكل الحق؟ قال لا ولكني أخاف. هاي كلمة الأخاف خلوها بذهنكم، إذا أجي يوم من الأيام الحاكم قال أخاف، هذا خوش حاكم
من شنو تخاف يا أمير المؤمنين؟ أخاف أن يقال لي يوم القيامة يا علي كنت تلتذ بالحلوى المزعفرة وحولك ناس ليس لهم طريق إلى ذلك. ثم الإمام عليه السلام تمثل بهذا البيت، نعم، وحولك أكباد تئن إلى القدي. أخاف من الله، هذا وينه؟ هذا وينه؟ أولياء الله الذي على نهج أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هذول الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. المشكلة الدنيا ما تدوم لأحد، خصوصا في زماننا هذا. الأعمار، أنا شفت في إحصاء متوسط عمر المواطن العراقي 60 سنة، 60 سنة هذا متوسط العمر. إيش قد نريد نعيش يا عيني؟ والدنيا ما تبقى على هاي الأحوال. لم تبق دنيانا، لم تبق دنيانا يا على أحوالها، لم تبق دنيانا على أحوالها، وتغير الدنيا دليل زوالها. فبها اغتنم أيام عمرك مسرعا، من قبل أن تمضي وتترك ما بها. كني بكم وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم، فرقين غير مسرورين، فكم والله من قريح قد استكملت عليه الحسرات، حيث لا يقال نادم ولا يغاث ظالم، قد وجدوا ما أسلفوا وأحضروا ما تزودوا، ولا يظلم ربك أحدا. فهم في منازل البلوى وفي عساكر الموتى خمود. الآن إذا تروحون إلى المقابر سكوت، ملايين الناس نايمين في وادي السلام، ولكن كلهم سكوت، خمود، سكوت، كلهم على صوب القبلة نايمين. وينهم هذول؟ الإمام زين العابدين عليه السلام يقول: فهم في منازل البلوى خمود، وفي عساكر الموتى خمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين حسنوا بالحسنى. أفتطمعون بعدهم البقاء؟ هيهات، هيهات اسم فعل، اسم ولكن معناه فعل، يعني بعد بعيد. هيهات هيهات، لابد لكم من اللحوق بهم، هم السابقون ونحن اللاحقون. ليلة الجمعة، الليلة أعمال كثيرة
واحدة من الأعمال السهلة السهلة على قعدتك. كاتب في كتاب مفاتيح الجنان أن المؤمن إذا ليلة الجمعة دعا لعشرة من المؤمنين. الآن بذن يقول اللهم اغفر لأبي، اغفر لعمي، اغفر لجاري، اغفر لصديقي، زميلي، عشرة أذكرهم غفر الله له. يصير نظيف. هالليلة في عمل أعمال. أنا على السريع أذكر، لأن ليلة الجمعة واللي نقل مقتل الزهراء سلام الله عليها، وجايبين هذا النعش وعزاء وعدنا لطم إن شاء الله. طبعا ختامنا باشر بالليل نختم، وبكرة الكل أعزائي الكل مدعوون على طعام ومائدة فاطمة الزهراء إن شاء الله. الحاضر يبلغ الغائب إن شاء الله. ولكن الليل لأنه ليلة الجمعة عندنا هاي المراسم النظيفة الطاهرة. من أعمال هذه الليلة أعمال كثيرة، من أعمال هذه الليلة ركعتين صلاة، النية صلاة ليلة الجمعة، الما يقدر يوقف يصليها من جلوس، رجال نساء الكم محافظين. شنو ركعتين صلاة ليلة الجمعة صليها قربة إلى الله، كل ركعة بعد الحمد 50 مرة قل هو الله أحد. الله وكيلك سهل، تقدر توقف نور على نور، ما تقدر اقعد أخذ بيدك السبحة 50 مرة اقرأ سورة قل هو الله أحد. كل ركعة تأخذ 5 دقائق، ركعتين 10 دقائق بس. ورا ما سلمت أنت وقاعد 100 مرة قول اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي الصلاة عظيمة. المرحوم العلامة المجلسي الله يرحمه في كتاب البحار يذكر صفحة كاملة من فوائد هذه الصلاة. يعني الله الكريم، خلي أقول باللغة العامية، يدور حجة، يريد يطيقكم، يريد يطيق، يقول تعال 10 دقائق صلي. اخذ شنو أخذ؟ أولا قال رسول الله من صلى هذه الصلاة كتب الله له ثواب ختمة القرآن 12,000 مرة. الآن بالعالم ما أتصور أكو واحد يقدر يقول أنا 12,000 مرة قارئ القرآن من أوله إلى آخره، إذا هم أكو قليل. يكتبون اسمك الليلة في ميزان أعمالكم، تثقلون الموازين. هذا حتى إذا واحد عفوا ما يعرف قراءة وكتابة، أخاف واحد يقول أنا أمي قل هو الله، وتعرف سورة الرحمن تعرف. الله سبحانه وتعالى مسخل لكم يا ناس، يريد يطيكم. صلي ركعتين النية صلاة هذه الليلة، كل ركعة بعد الحمد 50 مرة قل هو الله أحد، سلم وبعدين 100 صلوات. من صلاها كتب الله له ثواب ختمة القرآن 12,000 مرة. يلا. وأعطاه الله بكل شعرة على جسده نورا يوم القيامة. ما أدري شلون أشرح هاي الكلمات، حقيقة عظيمة هاي الكلمات، لأن يوم القيامة يوم مظلم، عين ما تشوف عين. إذا الشمس كورت، التكوير يعني أخذ نورها، حرارتها موجودة بس ما بها نور، كورت. وإذا النجوم كذا، النجوم نورها يروح. هذاك اليوم أنت المؤمن عندك نور بكل شعراية من رأسك إلى رجلينك، الله يعطيك نور. هذا قلت ببحث الآن بس إشارة أمشي. وبشره ملك الموت بمكانه في الجنة قبل الموت. في سكرات الموت أهلك تاركينك ما يدرون شي يسوون، وانت اللي تروح قبل ما تموت يقول لك تعال هناك أوديك. شوف شلون جنة اللي يصلي صلاة هذه الليلة. ولو مرة بعمركم صلوها يا من تسمعون صوتي الآن، الآن العالم اللي يسمعون صوتي مباشر، أرجوكم ما تشرم عطلة عندكم يا ناس، لا تتكاسل صليها، ثواب تحصل عظيم. ولم يقم من مقامه إلا وقد غفر الله له ذنوبه. بعد ولا يسأل الله حاجة إلا وقضى الله له حاجته. عمي ثواب عظيم لا يفوتكم أولياء الله، إن شاء الله كلكم من أولياء الله. فبهغتنم أيام عمرك. الآن هاي الساعات هاي اللحظات
طبعا هو وجودك في مجلس الزهراء، وأنا كتبت لكم قصيدة إن شاء الله آخر المجلس، إن شاء الله الكل تجاوبوني وتساعدون. ذكر أهل البيت عبادة، يعني لما تقول يا الله يا محمد ثواب، يا علي ثواب، يا فاطمة ثواب، يا زهراء ثواب، يا حسين ثواب، ذكر آل محمد عبادة، مجلسنا مجلس عبادة يصير إن شاء الله. وبنفس الوقت عندنا عزاء، إحنا عندنا عزاء الآن قبل ما ينقضي عليه الوقت ويختمون المجلس، أنا أقرأ لكم ماذا جرى على سيدتهم ولاتي الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وأسألكم الدعاء، وبعد ذلك إن شاء الله نقرأ القصيدة وعلى قعدتكم تلطمون إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقدم، أن يتقبل من الجميع. هاي الساعات الأخيرة من عمر الزهراء شلون انقضت؟ قال سويد بن غفلة لما مرضت فاطمة الزهراء عليها السلام، المرضة التي توفيت فيها، اجتمع إليها نساء المهاجرين والأنصار يعدنها، فقلنا لها كيف أصبحت من علتك يا ابنة رسول الله؟ فحمدت الله وصلت على أبيها ثم قالت أصبحت والله عائفة لدنياكن قالية لرجالكن، لفظتهم بعد أن عجمتهم وشنأتهم بعد أن سبرتهم، فقبحا لفلول الحد واللعب بعد الجد وقرع الصفات وصدع القناة وخطل الآراء وزلل الأهواء، وبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. لا جرم لقد قلدتهم ربقتها وحملتهم أوقتها وشننت عليهم عارها فجدعا وعقرا وسحقا للقوم الظالمين. ويحهم أنا زحزحوها عن رواس الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين والطبيني بأمور الدنيا ودين، ألا ذلك هو الخسران المبين؟ وما الذي نقموا من أبي الحسن عليهم السلام؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته وتنمره في ذات الله عز وجل. والله لو تكافوا عن زمام نبذه رسول الله إليه لاعتلقه ولسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم خشاب لا يكرم لا يكلم خشأته ولا يتعتع راكبه، ولا أوردهم من هلا نميرا صافيا رويا فضفاضا تطفح ضفتاه، ولا يترنق جانباه، ولا أصدرهم بطانا ولن نصح لهم سرا وإعلانا، إلى أن قالت ألا هلم واستمع وما عشت أراك الدهر عجبا، وإن تعجب فعجب قولهم، ليت شعري إلى أي سناد استندوا وعلى أي عماد اعتمدوا وبأي عروة تمسكوا وعلى أية ذرية أقدموا واحتنكوا، لبئس المولى ولبئس العشير وبئس للظالمين بدلا، استبدلوا والله الذناب بالقوادم. كل جملة من كلمات الزهراء عليه السلام إلى تفسير مفصل، أنا بس أقرأ ماذا جرى في بيت الزهراء. استبدلوا والله الذناب بالقوادم والعجز بالكاهل
فرغما لمعاطس قوم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ويحهم، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أما لعمري لقد لقحت فنظرة ريثما تنتج، ثم احتلبوا ملء الكعب دما عبيطا وذعافا ممقرا مبيدا، هنالك يخسر المبطلون ويعرف التالون غب ما أسسه الأولون. قال سويد بن غفنة، فأعادت النساء قولها على رجالهن، فجاء إليها قوم من وجوه المهاجرين والأنصار، ربما هذه الليلة كانت، معتذرين وقالوا يا سيدة النساء، لو كان أبو الحسن ذكر لنا هذا الأمر من قبل أن نبرم العهد ونحكم العقد لما عدلنا إلى غيره. فقالت إليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم ولا أمر بعد تقصيركم. ثم توجهت إلى مرقد أبيها رسول الله وقالت أبتاه، بقيت والهة وحيدة وحيرانة فريدة، أبتاه رفعت قوتي وخانني جلدي وشمت بي عدوي والكمد قاتلي، فقد انخمد صوتي وانقطع ظهري وتنغص عيشي وتكدر دهدي، فما أجد بعدك أنيسا لوحشتي ولا رادا لدمعتي ولا معينا لضعفي، فقد فني بعدك محكم التنزيل ومهبط جبرائيل ومحل ميكائيل. أبتاه، فأما الدنيا بعدك قالية وعليك ما ترددت أنفاسي باكية، لا ينفد شوقي إليك ولا حزني عليك. أبا يا رسول الله، أمسينا بعدك من المستضعفين وأصبحت الناس عنا معرضين، فواسف عليك إلى أن أقدم عاجلا عليك. وكانت سلام الله عليها معصبة الرأس ناحلة الجسم منهدة الركن باكية العين محترقة القلب، يخشى عليها ساعة بعد ساعة تقول لولديها الحسن والحسين، أين أبوكما الذي كان يكرمكما ويحملكما مرة بعد مرة؟ فكانت تبكي أباها ليلها ونهارها، إلى أن اجتمع شيوخ أهل المدينة وأقبلوا إلى أمير المؤمنين وقالوا يا أبا الحسن، إن فاطمة تبكي الليل والنهار، فلا أحد منا يتهنأ بالنوم في الليل على فرشنا ولا بالنهار لنا قرار على أشغالنا وطلب معايشنا، وإنا نخبرك أن تسألها إما أن تبكي ليلا أو نهارا. فأقبل الإمام علي عليه السلام حتى دخل على فاطمة الزهراء وهي لا تفيق من البكاء ولا ينفع فيها العزاء، فلما رأته سكنت هنيئة فقال لها يا بنت رسول الله، إن شيوخ المدينة يسألونني أن أسألك، إما أن تبكي أباك ليلا وإما نهارا. فقالت عليها السلام يا أبا الحسن، ما قل مكثي بينكم وما أقرب مغيبي من بين أظهركم، فوالله لا أسكت ليلا ولا نهارا أو ألحق بأبي رسول الله.
فقال علي عليه السلام: افعلي يا بنت رسول الله ما بدا لك. جاءت إلى قبر أبيها رسول الله وكأني بها قومك يا بويا ما رعاني. وخلايا يا عينك مرمروني ومن البج عليك ابن عوني. يبا برا المدينة طلعوني ورا الباب لما غيسوني كسروا ضلعي وسقطوني. كنت ارتجيهم يسلوني من عقب عينك يصبروني. فبنى لها الإمام أمير المؤمنين بيتا نازحا عن المدينة سمي ببيت الأحزان بعدما قطعوا شجرة أراكة كانت تستظل تحت أوراقها. وكانت إذا أصبحت قدمت الحسن والحسين أمامها وخرجت إلى بيت الأحزان باكية. فإذا جاء الليل أقبل أمير المؤمنين إليها وساقها بين يديه إلى منزلها. وإلى ذلك يشير ولدها الإمام الحجة المنتظر حيث يبكي ولا يهدأ قائلا: أتراني اتخذت لا وعلاها. بعد بيت الأحزان بيت السرور. وعن الإمام الصادق أن السيدة الزهراء عليها السلام قالت لأسماء بنت عميس: إني نحلت وذهب لحمي وقد صرت عظاما وقد يبس الجلد على العظم، ألا تجعلين لي شيئا يسرني؟ فدعت أسماء بسرير مقلوب ثم دعت بجرائد النخل فشدتها على قوائمه ثم جللته ثوبا وصنعت من ذلك تابوتا. فقالت الزهراء سلام الله عليها: ما أحسن هذا وأجمله، لا تعرف به المرأة من الرجل. ثم إن أبا بكر وعمر استأذنا لعيادتها فأبت أن تأذن لهما، فطلبا من علي أمير المؤمنين عليه السلام أن يستأذن لهما. فلما استأذنهما قال علي عليه السلام: قالت السيدة: يا علي، البيت بيتك والنساء تتبع الرجال، ولا أخالف عليك بشيء، فأذن لمن أحببت. فأذن لهما فدخلا وسلما عليها فلم ترد عليهم السلام، وحولت بوجهها عنهما وسألاها أن ترضى عنهما وتصفح. فقالت: أنشدكما بالله، هل سمعتما النبي يقول: فاطمة بضعة مني وأنا منها، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. قالا: اللهم نعم سمعنا. فقالت: الحمد لله، اللهم إنهما قد آذياني فأشكوهما إليك وإلى رسولك، والله لا أرضى عنكما أبدا حتى ألقى أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وأخبره بما صنعتما فيكون هو الحكم فيكما. فخرجا وقالت فاطمة لأمير المؤمنين: فإني أنشدك ألا يصليا على جنازتي ولا يقوما على قبري يا الله. وفي اليوم الأخير من حياتها حيث كانت طريحة الفراق
وقد أخذ الهزال منها كل ما أخذ. رأت أباها رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام في مثل هذه الليلة في قصر من الدر الأبيض، فقال لها: هل أمي إلي يا بني؟ فإني إليك مشتاق. فقالت: والله إني لأشد شوقا منك إلى لقائك. فقال لها: أنت الليلة عندي. ففتحت عينيها واستعدت للموت، ثم أقبلت تمشي متكئة على الجدار نحو الموضع الذي يوجد فيه الماء من بيتها، وشرعت تغسل ثياب أطفالها بيديها المرتعشتين، ثم دعت أطفالها وحنت عليهم وطفقت تغسل رؤوسهم بالماء والطين وكأنها تودعهم. عند ذلك دخل أمير المؤمنين فسألها عن سبب قيامها بتلك الأعمال وهي مريضة، فأجابت: يا أبا الحسن، إن هذا اليوم آخر يوم من أيام حياتي، قمت لأغسل رؤوس أطفالي وثيابهم لأنهم سيصبحون يتامى بلا أم. وأخبرته بالرؤيا، وبذلك نعت نفسها إلى زوجها، ثم فرغت من أعمالها وعادت إلى فراشها وقالت: يا ابن عم، إنه قد نعيت إلي نفسي، وإنني لا أرى ما بي إلا أنني لاحقة بأبي بعد ساعة، وأنا أوصيك بأشياء في قلبي. فقال لها علي عليه السلام: أوصني بما أحببتيه يا بنت رسول الله. فجلس عند رأسها وأخرج من كان في البيت، ثم قالت: يا ابن عم، ما عهدتني كاذبا، ما عهدتني كاذبة ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني. فقال علي عليه السلام: معاذ الله، أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفا من الله من أن أوبخك بمخالفتي، وقد عز علي مفارقتك وفقدك، إلا أنه أمر لا بد منه، والله لقد جددت علي مصيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد عظمت وفاتك وفقدك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من مصيبة ما أفجعها وآلمها وأمضها وأحزنها، هذه مصيبة لا عزاء منها ورزية لا خلف لها. ثم بكيا جميعا، فكانت تأخذ الزهراء من دموع علي وتضع دموعه على جراحها وهي تقول: سمعت أبي رسول الله يقول: دمعة المظلوم شفاء، وأنت المظلوم يا علي، فدمعك شفاء لجرحي. وأخذ الإمام رأسها وضمها إلى صدره، ثم قال: أوصيني بما شئت، فإنك تجدينني وفيا أمضي كل ما أمرتيني به، وأختار أمرك على أمري. فقالت: جزاك الله عني خير الجزاء يا ابن عم، أوصيك أولا أن تتزوج بعدي بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لولدي مثلي، فإن الرجال لا بد لهم من النساء.
فإذا أنا قضيت نحبي فغسلني ولا تكشف عني، فإني طاهرة مطهرة، وحنطني بفاضل حنوط أبي رسول الله، وصل علي وليصلي معك الأدنى فالأدنى من أهل بيتي، وادفني ليلا لا نهارا وسرا لا جهارا، وعف موضع قبني، ولا تشهد جنازتي أحدا ممن ظلمني، فإن أنت تزوجت امرأة فاجعل لها يوما وليلة، واجعل لأولادي يوما وليلة، ولا تصح في وجه الحسن والحسين فيصبحان يتيمين غريبين منكسرين، فإنهما بالأمس فقدا جدهما واليوم يفقدان أمهما، فالويل لأمة تقتلهما وتبغضهما. ثم أنشأت تقول: ابكني إن بكيت يا خير هاد، واسمن الدمع فهو يوم فراقي. يا قرين البتول أوصيك بالنسل فقد أصبح حليف اشتياقي، ابكني وابكني اليتامى ولا تنسى قتيل العدا بطف العراق. أوصت للحسين ثم وصت وصيتها أن يتعهد قبرها ويقرأ القرآن عند مرقدها. عند ذلك أشارت إلى ابنتها زينب بعد أن دعتها وأوصتها بوصايا، أيوا ويلاه، قائلة: بني إذا أدركت يوم كربلاء فقبلي عني نحر ولدي الحسن. ساعة يأتي للوداع الأخير. ثم أرسلت ابنتيها زينب وأم كلثوم إلى بيوت بعض الهاشميات لئلا تشاهدا موت أمهما، وكان الإمام أمير المؤمنين والحسنان خارج البيت، ولم يكن عندها أحد إلا أسماء بنت عميس وخادمتها فضة. ثم إن السيدة نظرت نظرا حادا وانكشف لها الغطاء، فقالت: السلام على جبرائيل، السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله، اللهم مع رسولك، اللهم في رضوانك وجوارك ودارك دار السلام. ثم قالت: أترون ما أرى؟ هذه مواكب أهل السماء، وهذا جبرائيل، وهذا رسول الله يقول: يا بني اقدمي فما أمامك خير لك. ثم قالت: وعليك السلام يا قابض الأرواح، عجل بي ولا تعذبني. ثم قالت: إليك ربي لا إلى النار. ثم شهدت الشهادتين وغمضت عينيها ومددت يديها ورجليها وفارقت روحها الدنيا مكسورة الضلع، محمرة العين، مسودة المتن من الضار، مجروحة الصدر، من أيدي الظالمين. تقول أسماء: عندها دخل الحسن والحسين فوجدا أمهما مسجات، فقالا: يا أسماء، ما ينيم أمنا هذه الساعة؟ فأتيت إليهما فألقى الحسن نفسه عليها يقبلها وهو يقول: يا أماه، كلميني قبل أن تفارق روحي بدني. وأما الحسين فأقبل يقبل رجليها ويقول: يا أماه، أنا ابنك الحسين، كلميني.
قبل أن ينصدع قلبي فأموت. وأما زينب جلست عند نعش أمها الزهراء: يا يما يا يما، انت